بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة الى اخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة الاردنية الهاشمية كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة الى اخيه صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه